نروح لأخبارنا للنادي الأهلي، وطبعا فايلر بيعلن قائمة الفريق إن شاء الله أمام حرس الحدود. جاءت قائمة النادي الأهلي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني، أحمد فتحي، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، جيراردو، جونيور أجايي، مروان محسن، ووليد سليمان، وأليو باجيو، محمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري. طبعا القائمة رجع فيها طبعا علي معلول بعد الغياب عن مباراة وادي دجلة بسبب الإضاف، لكن طبعا على الجانب الإصابات عمرو صلية بيغيب عن المباراة طبعا علشان لسه البرنامج التأهيلي لعمرو لسه ما اكتملش بشكل كبير. إن شاء الله يرجع بالسلامة وكل مصابين النادي الأهلي يرجعوا بالسلامة. طيب.